خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. تصميم ورسم ريشة ثقب دريلينج تول. يوضح الشكل الثلاثي ريشة ثقب سنقوم برسمها باستخدام برنامج سوليد ووركس. نبدأ برسم الجهة الأمامية للريشة. نختار المستوي فرونت بلين وسكيتش. نرسم دائرة مركزها مبدأ الأحداثيات وقطرها 20 مليمتر. نختار تعليمة بوس إكسترويد، نحدد المسافة 120 مليمتر فنحصل على شكل اسطواني. نختار السطح الدائري للاسطوانة ونبدأ برسم سكيتش جديد. نضع أبعاد الدائرتين بالنسبة لمبدأ الأحداثيات فيتقيد الشكل ونغلق سكيتش. نختار رايت بلين سكيتش ونرسم خط على طول الاسطوانة والذي يمثل المسار باث. نختار تعليمة كات سويب. تظهر نافذة جانبية، نختار الشكل بروفايل والمسار باث. نختار اوبشنز ثم بروفايل تويست ثم Specify Twist Volume ثم Twist Control ثم Revelations. نختار تعليمة Chamfer لكسر حواف الريشة بقيمة 3 مليمتر ضرب 45 درجة. نختار رايت بلين سكيتش ونرسم الشكل ونضع الأبعاد لإنهاء رأس الريشة. نختار Cut Revolve ونحدد محور الدوران لنحصل على الرأس. نختار السطح الداخلي للريشة ونبدأ برسم سكيتش جديد. نضغط على السطح ونختار تعليمة Convert Entities ثم ننهي سكيتش. ننشئ مستوي عمل جديد يبعد عن السطح المستخدم في الخطة السابقة مسافة 20 مليمتر. نرسم عليه دائرة مركزها مبدأ الأحداثيات وقطرها 20 مليمتر. نختار تعليمة لوفت ونختار الشكلين المرسومين في الخطوتين السابقتين. نختار السطح الناتج عن الخطوة السابقة ونرسم عليه سكيتش جديد. نرسم دائرة قطرها 20 مليمتر ونرسم 4 أنصاف دوائر قطر كل منها 4 مليمتر في الأربعة الأربعة للدائرة.
نختار تعليمة بوس إكسيترويد ونحدد المسافة 50 مليمتر فنحصل على الشكل النهائي لريشة الثقب. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.